السلام عليكم. اليوم نروح لمنطقة الأعمال تاع باب الزوار لنقف على ما هو جديد في هذه المنطقة اللي سوف نبدأها بالمركز الجديد للخطط الجوية الجزائرية أو المقر الجديد للخطط الجوية الجزائرية. ونزيد بعد نمشي شوية ونعلق على كل ما هو جديد عندما نوصل للمكان. وهنا رانا امام الصندوق الوطني للسكن، ثم نروح نشوف المقر الجديد تاع الخطوط الجويه الجزائريه اللي يظهر انه هو احسن مقر، احسن بنايه، اجمل بنايه اللي راهي اكبرها كذلك من اكبر البنايات الموجوده في منطقة الأعمال نتاع باب الزوار. هنا نشوف الجزء من مقر هذا نتاع باب الزوار. كسي ندورو هنايا، كسي ندورو يعني اخر مره اللي مريت من هنا من هذه المنطقه تعود الى حوالي شهرين. يظهر انه فيه بعض الاشغال اللي يعني طورت. هنا عندنا المقر تاع البنك الخارجي، مقر البنك الخارجي الجزائري. اذا هنا نشوف المقر نتاع البنك الجزائري، هنا باللون البني يظهر المقر نتاع البنك الجزائري. وهنا نشوفو بداية ورشة جديدة نتاع مشروع جديد. إذن هذا هو كان
ما نشوف زوج ورشات. هذه الورشة اللي راهي أمامنا، وهنا كاينة ورشة أخرى. نتاع البنك خارجي، لأن هذه هي نتكلموا غير على المشاريع الجديدة، المشاريع القديمة وانتهت الأشغال بها، عندنا بزاف تكلمنا عليها. إذن هنا نزيد نروح نشوف مشروع آخر. هنا لاحظ أنه فيه مشروع جديد، هاي بدأت الأشغال تبان فيه. هذا تاع باتيمون دو بيرو، مركز للأعمال أطلس، تاع شركة أطلس، شركة هذه يعني بناية جديدة هي قيد الأشغال. وهنا نشوف ألجيري تيليكوم، وهنا مقر موبيليس. نشوف أنه فيه طريق راه قيد الإنشاء هنا، اللي مخرج او مدخل للمنطقة هذه. اذا فيه هنا طريقة جديد قيد الانشاء. اليوم رانا في نهار تاع رمضان، وراهي الساعة الوحدة وعشر دقائق، يعني ما كاش بزاف اكتظاظ، يعني بالبارابور للأيام تاع الإفطار. وهنا نروحو نشوفو المقر نتاع شركة فاديركو، اللي عندها عدة مركبات، ومنها واحد في سطيف، واحد من أضخم المركبات في إنتاج الورق الصحي بابي هيجينيك وكل أنواع المنظفات. هذه هي المقر تاع شركة فاديركو. هنايا نشوفوا باللي يعني عدد الطوابق زاد، يعني بالنسبة للآخر فيديو درناه. إذن هذا هو المقر تاع فاديركو، شركة فاديركو اللي راه قيد الإنشاء. وكذلك هنا على اليسار بالأسود شركة باراكا، باراكا بنك، و البناية اللي قدامه بالأخضر هي شركة سيبيا بنك. هنا نشوف شركة سيبيا بنك اللي البناية تقريبا اكتملت. هنا كاين مشروع آخر على اليمين، مشروع أنسي نقرأ الواجهة، شركة أرتيليا، مقر سوسيتي جينيرال. إذن هذا هو على اليمين الورشة تاع شركة سوسيتي جينيرال.
قيد الإنشاء. وهنا نزيد نمشي شوية، شوفوا زوج مشاريع راهي، واحد على اليمين واحد على اليسار، نوصل لهي ونعاود نرجع باش نشوف أحسن الشركات هذه والورشات اللي راهي قيد الإنشاء. والملاحظة هو أنه الأرصفة تم يعني الانتهاء من الأشغال تاع الأرصفة، داروا الأشغال تاع الأرصفة. إذن هذا اللي نلاحظ في اللي رانا نشوفوا فيه. إذن عاود نرجع خويا روح. واعظم يعني في اغلب المشاريع يعني فيها شركه كوسيدار هي اللي راهي تقوم بالاشغال. اذا هنا عندنا في اليمين عندنا مقر شركه سي بي ا بنك، ثم باركا بنك، ومن جهه اليسار عندنا المقر الجديد نتاع سوسيتي جينيرال. هذا اللي رانا نشوفه فيه هنا سوسيتي جينيرال. إذن هذا هي مقر سوسيتي جينيرال، هذا هو. من بعد كما قلنا عندنا المقر تاع فاديركو، جروب فاديركو، هذا هنا مقر فاديركو. السلام عليكم.